بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ الاخبار؟ يا رب كلكم تكونوا بافضل صحة وافضل حال. فيديو جديد، وفيديو النهاردة باذن الله جبت لكم علشان هنشوف حل المشكلة بتاعت الجيم لوب اللي هو المحاكي الرسمي من شركة بابجي، عشان لو شغلت طبعا على اي محاكي تاني بيجيب لك بند. وكنا شارحين تقريبا عن محاكي سمارت جاجا، وفي ناس قالت انها حصل ليها بند كامل على المحاكي دوت. يعني الصراحة المحاكي كان رهيب، بس برضو حصل بند على المحاكي دوت. فنضطر احنا نرجع تاني للجيم لوب علشان ما تتعرضش حسابك للخطر. فبإذن الله النهاردة هنشرح ازاي تحل مشكلة اللاج والتعليق وتقطيع الفريمات في المحاكي دوت. فتيجي على البرنامج وتضغط عليه كليك يمين، وبعدين دوس على Run as Administrator، وبعدين هنستنى حد ما يفتح معانا. هنفتح معانا بالشكل اللي انتم شايفينه دوت. طبعا انا محمل اللعبة وحامل كل حاجة. هتيجي على ثلاث صورات اللي فوق الموجودين، بعد كده تدوس على Setting، بعد كده يفتح معاك الصفحه اللي انت شايفها دي. الصفحه دي يعتبر ملهاش لازمه، انت تيجي بس على تاني واحده اللي هي الانجن. افتح معاك الصفحه ديت، طبعا هيكون عندك الحته اللي هي الريندرنج هنا، هيكون عندك ديت سمارت مود. لا انت هتشيلها تخليها دايركت اكس بلس، وهتلاقي دولت كده هتعلم على الثلاثه دولت الاربعه دولت اللي هو الريندر كاش والريندرنج اوبتمايزيشن والحاجات دي كلها هتعلم عليه وتعليها كل عليهم كده كلهم على صح. تيجي على الانتي اليزيشن ديت وهنخليها كلوز، عشان هو ده يعني ايه الحاجه المرجعه عشان يرفع لك الفريمات بتاعتك. خليها كلوز. بعد كده تيجي على الميموري، لو انت عندك مثلا رامات مثلا 8 فانت تخليها مثلا 4، مثلا عندك رامات 4 خليها 2، يعني خليها نص مثلا، ده خليها 2 تمام. تيجي على البروسيسور، عندك طبعا البروسيسور بتاع الجيل الخامس، فانت لو مثلا بتاع الجيل الاول خليها 1، لو الجيل الثاني خليها 2 وهكذا. طيب لو مش عارف اصلا بتاعك كام، كنا شارحين فيديو هسيبلك في وصف الفيديو تعرف ازاي تعرف مواصفات جهازك بالتفصيل والمحاكي جيل كام وكل حاجه، قصدي المعالج. فانت دلوقتي هتخليها اوتو مثلا. عم اتفرج على الفيديو، لو عايز تروح تتفرج على الفيديو تروح اتفرج عليه وتعالى ارجع للشرح تاني. تيجي على الريزوليوشن هنا. طيب طبعا دي بتختلف من جهاز للتاني، تعرف جهازك ازاي؟ تيجي كده على الشاشه وتدوس كليك يمين، بعد كده تدوس على ديسبلاي سيتنج، هيفتح معاك الصفحه اللي انت شايفها دي. تنزل تحت شويه وبعدين تدوس على ادفانسد ديسبلاي سيتنج، هيفتح معاك الصفحه دي. انت شايف مكتوب ريزوليوشن 1366 في 768، فانا ايه روح عندي واخليه 1666 في 768. انت شايفين دوت، انا عاملها 1660 في 768 على حسب بقى الريزوليوشن بتاع الشاشه بتاعتك، فانت هتظبطها على حسب الريزوليوشن بتاع الشاشه بتاعتك تمام. الدي بي اي هنا ينصح، الناس كلها بتنصح ان انت تخليها 240، الناس كلها بتنصح ان انت تخليها 240. البلاي باك ديت والريكوردنج ديت بتاع السبيكر اللي هو السماعات يعني وكده، والميكروفون اللي انت بتتكلم منه في اللعب. طب هتيجي بعد كده تيجي على الجيم وهتخلي ديت اس دي 720 بكسل تمام. لو انت عندك كارت شاشه خارجي يعني كارتين شاشه في الجهاز بتاعك فهتخليها اتش دي، ولو كارت الشاشه بتاعك عالي شويه اعلى من الجي تي اكس 660 هتخليها الترا اتش دي تمام. تمام، بس يفضل تخليها اس دي علشان طبعا الجهاز بيدلاج عندك، فاكيد المواصفات عندك مش قوي، فانت تخليها اس دي 720 وهتخلي الاسموس زي ما هي، وبعدين تدوس على كلمه سيف. بعد كده هتقوم رايح على تهرب من حاجه خالص، بعد تروح على السهم اللي تحت دوت على اليمين وتضغط عليه، بعد كده تدوس على علامه المحاكي تضغط على كليك يمين، بعد كده تدوس على خروج اللي هي كوايت دي. استنى لحد ما المحاكي يخرج تمام، هيجي يفتح المحاكي مره تانية، وكده الاعدادات اتطبقت معانا خلاص. نصيحه مني، لما تخش جوه اللعبه يعني ايه اتاكد ان البنج عندك قليل، علشان لو البنج عالي هيديك برده تقطيع في الفريمات، علشان ما تفتكرش ان الجهاز بتاعك او الطريقه مثلا ما رفعتش او كده. فخلي البنج يعني حاول تلعب في وقت البنج يكون فيه كويس عشان تعرف تلعب، وبالتالي اللعبه ما تعبكش معاك. كان هنا فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تحط لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه عشان تشوف جديد فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله.